السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع محمد. دي القناة دي طبعا بتاعتي، أول فيديو ليا على القناة. أتمنى إن الناس تقف جنبي وتدعمني. متنساش تعمل الفيديو لايك علشان يوصل لناس كتير. القناة بتاعتي هتكون عن الأخبار، هنناقش بعض القضايا اللي موجودة في المجتمع بشكل محترم وبشكل مهذب بدون الإساءة لأي حد. ده علشان الناس تتعلم من تجارب الناس التانية. يعني انا ما ينفعش مثلا حد يكون عمل غلطه معينه او غلط غلطه معينه وانا اجي اغلطها تاني. فانا من خلال البرنامج ده ومن خلال قناتي اقدر اوصل لكم ايه اخر الاخبار ويعني التصرفات بتاع الناس اللي موجوده. هننتقد الحاجات دي كلها بشكل مهذب بدون ما نسيء لاي حد، علشان الناس كلها تستفاد والناس تخلي بالها من اولادها وتخلي بالها من اخواتها وتخلي بالها من اهلها. احنا راجعين في الفيديو النهارده، فيديو هنناقش فيه مشكله احمد حسن وزينب. احمد حسن وزينب حصل معاهم مشاكل كتير جدا، ابتداء من مشاكل كتيره في بدايه القناه، واللي انتهت بمشكله اخيره واللي اترفعت ضدهم قضيه اتقدمت للنائب العام، وطبعا طلعوا فيها براءه ودفعوا كفاله 40,000 جنيه لما زينب دهنت وشها اسود وحاولت تضحك مع بنتها. لكن ده ادى لنتيجه تانيه، نتيجه عكسيه تماما. وفي ناس من المجلس القومي للامومه والطفوله قدم فيها بلاغات علشان الفعل اللي هم عملوه. طبعا احمد حسن وزينب راجعين تاني، هم دلوقتي طبعا في دبي، وكانوا نزلوا صوره على الانستجرام هوريها لحضراتكم وهتظهر دلوقتي. الصوره دي كانوا متصورينها في دبي طبعا بعد ما اخلى سبيلهم من القضيه اللي كانوا داخلين فيها والبلاغات اللي كانت متقدمه ضدهم بسبب ان زينب كانت بتخوف وبتروع بنتها ايلين. احمد حسن راجعين تاني، لكن شكله اتعلم من اللي فات ان هو لبس مراته الحجاب زي ما حضراتكم شفتوا في الصوره اللي ظهرت من شويه. شكلهم كده يعني هيرجعوا يعني للاول لبدايتهم. فانت عشان تصور حاجه، ما ينفعش عشان تصور حاجه تطلع مثلا مراتك معاك او اختك معاك وتطلعها بشكل غير محترم وشكل مستفز، لان ده في ناس بتقلدهم، ده بينمي حاجات عند الطفل، لان احمد حسن وزينب اغلب المتابعين عندهم اطفال. فانا لازم اكون محترم مهذب، مفيش اي كلمه خارجه كده ولا كده بقصد او بدون قصد، لان انا عارف ان موجود عندي اطفال كتير على القناه بتاعتي. يعني احمد حسن وزينب عندهم داخلين على 6 مليون او 6 مليون وشويه، بيتابعهم اطفال كتير جدا. فالطفل لما بيشوف الحاجات دي، طب ما هو بيقلدها، طب ما هو عايز يعمل برضه نفس اللي بيعمله احمد حسن وزينب، عايزين ينفذوا نفس المقالب، عايزين ينفذوا نفس كذا وكذا وكذا. فدي حاجه انا حبيت انوه عليها، ودي عودة أحمد حسن. نتمنى إن ربنا يكون هداه فعلا ومراته تستمر بالحجاب ويقدموا لنا محتوى يعني يفيد الناس والناس تقدر تستفاد منه، لأن أي محتوى ما لهوش أي تأثير في الجمهور أو مش الجمهور مش قادر يستفاد منه أنا ما نزلهاش. أنا لما أكون عارف إن في أطفال بتسمعني لازم أحترم دماغ الطفل ده، لأن أنا كده بدمر أجيال بحالها. ده كان فيديو سريع كده، واشكركم طبعا على حسن المشاهده. فاي حد شاف الفيديو وصل معايا لحد الدقيقه دي، اتمنى يعمل لي لايك ويشترك في القناه، انا لسه مبتدئ. وزي ما قلنا القناه هتستمر في الاخبار، القضايا اللي بتشغل المجتمع هنعلق عليها، ازاي نستفيد من الحاجات دي كلها، كل ده هنعرفه من خلال البرنامج بتاعنا والقناه بتاعتنا. انتظروني في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.